تمام. طب الفوائد بتاعت البيم، هل هي مرحلة تصميم بس ولا في جميع المراحل؟ يعني هل الفوائد المزمعة حول استخدام البيم في مرحلة التصميم هل هي فعلا فوائد حقيقية نابعة فقط من نزل الاستخدام، أو ما زالت محل نقاش؟ لا لا طبعا بابا، محل نقاش طبعا. طبعا هذا بيختلف من مجتمع، من ماركت لماركت، من بلد لبلد، ولكن بابا مقبول مثلا ببلد مثل استراليا او باليو كي او باليو اس، انه هذا الموضوع حتى ينحكى فيه صار الموضوع مسلم به، انه له فوائد كبيره على كل اللايف سايكل، على كل يعني مراحل حياة الفاسيلتي، حياة البيلدينج، من وقت الانسبشن يعني حتى قبل الديزاين، ضمن الديزاين والكونستراكشن والاوبريشن. حتى انه معظم الفوائد للبيم مش هي بالديزاين، هي بمراحل الكونستراكشن والفاسيلتي مانجمنت اوبريشن.